أبرمت شركة الموانئ العراقية عقودا مع شركات عالمية للاستثمار المشترك للموانئ من خلال العمل على توسيع أرصفتها. إدارة الموانئ سجلت أيضا حركة متزايدة لعمليات شحن وتفريغ البضائع من السفن الداخلة إلى تلك الموانئ. 5 موانئ تجارية في البصرة تستقبل البواخر المحملة بالبضائع المختلفة من دول شتى بشكل يومي، ومن أجل اتساع أرصفتها تعاقدت شركة الموانئ العراقية مع شركات أجنبية بطريقة التشغيل المشترك. هذا حدث مهم بالنسبة لنا لكي نبعث رسالة إيجابية بأن الاستثمارات التي قامت بها الشركة العامة لموانئ العراق بشراكات حقيقية مع شركات أجنبية معروفة عالميا بأنها أتت أكلها بصراحة. اليوم نحتفل ضمن محطة رقم 1 الاحتفالية تديرها شركة جولف تينر نظرا لمناولتها، وصول رقم المناولة 2 مليون تي إيوز باعتبار من 2010 ولغاية الآن. وفي 10 سنوات الماضية تضاعفت عمليات المناولة لحاويات في رصيف أم قصر الشمالي لتصل إلى 2 مليون حاوية هذا العام بجهود وطنية وتعاون الشركات الاستثمارية معها. لابد من تطور بناء أم قصر والنهوض به، وبالتالي أيضا يعني يجب أن ترتفع نسبة الاستيعاب للحمولات التي تقدم لهذا الميناء وحتى البواخر التي تصل إليه. الآن خلفي ترى أن هناك تطوير للضفة الأخرى لنهر رقم 1 في ميناء أم قصر الشمالي. إن شاء الله خلال عام 2035 ضمن خطة موانئ العراق نصل إلى 25 مليون حاوية إن شاء الله. نحتفل بالتحقيق 2 مليون حاوية، مناولة 2 مليون حاوية، وهو رقم جيد جدا يعتبر نسبة للعراق. نعتبر بأن الوصول إلى هذا الرقم هو إنجاز مشترك لشركة جولف تينر وللشركة العامة لموانئ العراق، وهو دليل إيجابي على التعاون المثمر ما بين القطاع العام والقطاع الخاص. الدخول في شراكات مع الدول الأجنبية من قبل الموانئ العراقية ساهم في تطويرها واتساع عملها وضاعف الأيدي العاملة العراقية في الموانئ المختلفة في البلاد. أكبر الموانئ العراقية في البلاد يطور قدراته التشغيلية ويفتتح المزيد من الأرصفة ويطور الأخرى لاستقبال البواخر والسفن ذات الغواطس العالية من مختلف دول العالم. من ميناء قصر الشمالي في البصرة، علي عبد العزيز، العراقية، يمن.